I start شكرا سيد الرئيس. بدايه اشكر الوفد الدائم للاتحاد الروسي على مبادرته لطلب عقد هذه الجلسه الهامه. كما اشكر وكيل الامين العام فلاديمير فورنكوف على الاحاطه التي قدمها للتو. سيد الرئيس تتعرض مدينه الحسكه منذ ايام الى احداث داميه. بدأت بقيام تنظيم داعش الإرهابي بتفجير سيارة مفخخة عند مدخل مبنى المدرسة الثانوية الصناعية في حي جويران في الحسك كانت قوات الاحتلال الأمريكية قد حولته إلى مركز للاحتجاز تحت إشراف ميليشيا قسد الانفصالية العميلة لها وفي أعقاب هجوم داعش قامت ميليشيا قسد باحت... باقتحام الحي والمناطق المحيطة به وقامت طائرات الاحتلال الأمريكي بقصف عنيف لمحيط مركز الاحتجاز مما أدى إلى وقوع ضحايا في صفوف المدنيين الأبرياء بمن فيهم الأطفال والنساء وحدثت موجة نزوح جماعي لعشرات الآلاف من أهالي المنطقة وإلحاق أضرار دمار وأضرار بالغة بعدد كبير من المنازل والمرافق المدنية والخدمية ومنها مقر شركة المحروقات ومخبز الباسل وجماعة الفرات ومعهد التعليم ومرآب البلدية وغيرها السيد الرئيس السيدات والسادة إن ما شهدته مدينة الحسكة خلال الأيام الماضية هو نتيجة حتمية للنهج الخاطئ والعدائي الذي اعتمدته بعض الدول الغربيه ازاء بلادي منذ العام 2011 وحتى الان وحصيله لجمله الانتهاكات الجسيمه لمبادئ القانون الدولي واحكام ميثاق الامم المتحده من قبل الادارات الامريكيه المتعاقبه وحلفائها الذين تجاوزوا مجلس الامن من خلال اللجوء لتفسير مشوه لنص الماده 51 من ميثاق الامم المتحده لتشكيل تحالف لا شرعي خاص بهم وبدون موافقه الحكومه السوريه او التنسيق معها المفارقه ان حكومات بعض الدول المشاركه في هذا التحالف المزعوم هي التي جندت الاف الارهابيين الاجانب وسهلت قدومهم الى سوريا ووفرت لهم شتى اشكال الدعم لنشر الرعب والفوضى وممارسه القتل والتدمير وزعزعه الامن والاستقرار وفي نفس الوقت منعت تلك الدول مجلس الامن من الاستجابه للطلبات المتكرره للجمهوريه العربيه السوريه بتشكيل تحالف دولي شرعي تحت مظله الامم المتحده لمكافحه الارهاب ودعم جهودها في التصدي لهذا التهديد وضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الامن والسكوك الدوليه ذات الصله لقد استغلت الولايات المتحده الامريكيه ذريعه مكافحه الارهاب لاستهداف البنى التحتيه والمرافق المدنيه السوريه بما فيها المدارس والمراكز الصحيه والجسور والسدود لقد كادت تتسبب بكارثه انسانيه جراء قصفها لسد الفرات في اذار عام 2017 لقد دمرت مدينه الرقه باكملها على رؤوس ساكنيها لا بل واستهدفت قوات الجيش العربي السوري التي كانت تواجه تنظيم داعش الارهابي ومكنت عناصر هذا التنظيم من احتلال مواقع جديده كما كان الحال عليه في جبل السرده في دير الزور في عام 2016 وبالتوازي قامت قوات الاحتلال الأمريكية وبصورة منتظمة بعمليات نقل إرهابي تنظيم داعش من مراكز الاحتجاز إلى قواعدها العسكرية اللاشرعية في سوريا بهدف إعادة تدويرهم واستخدامهم لتنفيذ مخططاتهم فقد قامت تلك القوات خلال الفتره من 7 ل 13 نيسان 2021 بتدريب ونقل حوالي 100 ارهابي الى حقل العمر النفطي الذي تسيطر عليه بشكل غير شرعي. كما قامت ايضا خلال الفتره من 21 ل 22 حزيران 2021 بنقل اكثر من 60 ارهابي من مركز الاحتجاز في الثانوية الصناعية إلى قاعدتها اللاشرعية في مدينة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي وبالتالي فإن أحداث الأيام الماضية المتصلة باقتحام تنظيم داعش لمركز الاحتجاز في الثانوية الصناعية في الحسكة وتوقيت حصوله تهدف بوضوح إلى إعادة تدوير عناصر تنظيم داعش الإرهابي وإيجاد الذرائع لاستمرار الوجود اللاشرعي للقوات الأمريكية على الأراضي السورية ومواصلة تدخلها في الشؤون الداخلية والتسبب بسقوط المزيد من المدنيين الأبرياء ونهبها للثروات الوطنية ودعمها لميليشيات انفصالية تعمل على تهجير السكان العرب من أهالي المنطقة كلها جرائم يتوجب مساءلة الولايات المتحدة عليها الزميلات والزملاء وفقا لتقارير الأمم المتحدة فإن ما يقارب سبعين ألف معظمهم من النساء والأطفال محتجز في مخيمات الهول والعريش والروج وغيرها التي تسيطر عليها ميليشيا قسد الانفصالية المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية وتشهد تلك المخيمات أوضاعاً إنسانية حرجة، وتصاعد لمعدلات الجريمة، ونشر للفكر المتطرف، وممارسات لتجنيد الأطفال من قبل ميليشيا قسد التي تنتزع الأطفال من سن دون ال 12 عام من أمهاتهم للقتال في صفوفها. إنما حدث في مدينة الحسكة. يؤكد صوابيه مطالباتنا باغلاق المخيمات ومراكز الاحتجاز هذه التي تحولت الى بؤر لنشر الافكار التطرف والعنف وذلك من خلال قيام الدول المعنيه باسترداد رعاياها من المقاتلين الارهابيين الاجانب وعائلاتهم الى بلدانهم الاصليه او بلدان الاقامه وضمان مساءلتهم واعاده تاهيل أطفالهم. إن الجمهورية العربية السورية تدين محاولات بعض الدول الغربية للتنصل من مسؤولياتها تجاه رعاياها من المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ورفضها استعادتهم، وإسقاط جنسياتهم أو إلغاء جوازات سفرهم ومنعهم من دخول البلاد. وترفض رفضاً قاطعاً انخراط حكومات بعض الدول في صفقات مشبوهة مع ميليشيا قسد الانفصاليه التي تستغل احتجازها لمقاتلين ارهابيين اجانب وافراد عائلاتهم لتحقيق مكاسب خاصه وانانيه ترمي لاضفاء نوع من الاعتراف بها. لقد نجحت جهود الحكومه السوريه بالتعاون مع اللجنه الدوليه للصليب الاحمر في اعاده الكثير من العناصر الارهابيه وعائلاتهم الى بلدانهم الاصليه وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع حكومات تلك الدول ومنها روسيا والصين والبانيا وكازاخستان واوزباكستان والسودان ومصر وجنوب افريقيا وغيرها وتدعو سوريا الدول المعنيه الاخرى للاقتداء بهذا النهج والعمل مع الحكومة السورية لاستعادة رعاياها من المقاتلين الاجانب ورعاياهم. في الختام السيد الرئيس ان تطبيق قرارات مجلس الامن لا يمكن ان يكون انتقائيا او مبنيا على معايير مزدوجه. واستعادة الامن والاستقرار في سوريا يتطلب اولا وقبل اي شيء ضمان احترام وحدة وسيادة وسلامة واستقلال الاراضي السوريه، الذي نصت عليه جميع قرارات المجلس ذات الصله بالوضع في سوريا، والانسحاب الفوري للقوات الامريكيه والتركيه غير الشرعيه من الاراضي السوريه. شكرا السيد الرئيس. I thank the representative of the Syrian Arab Republic.